السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم أيها السابقون. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. ما زلنا نتكلم عن السابقين وعن علو الهمة في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي البذل والعطاء والتضحية، وقد إيه الإنسان ما ينفعش يعيش على هامش الحياة، وأن لازم يكون ليك دور بناء في بناء المجتمع وفي بناء الأمم وفي بناء الإيمان في قلوب الناس. صلى الله عز وجل أن يجعلنا عونا للناس على طاعة الله سبحانه وتعالى. كنتم خير أمة أخرجت للناس. فتعالوا نكمل موضوع علو الهمة، وآخر درسين أو ثلاثة أظن النهاردة الحلقة رقم 23، فآخر درس أظن إحنا تكلمنا عن علو همة النساء آخر درسين ثلاثة يعني، والنهاردة إن شاء الله سنختم نماذج علو الهمة بعلو همة الشيوخ، الناس الكبار، عشان برضو ما يجيش يقول لا خلاص أنا الكلام ده مش ليه، أنا راجل عديت 60 سنة، أنا دلوقتي على المعاش. لا، إحنا عايزين نقول لك معاش اللي يزعلك، ده إحنا عايزين إن شاء الله إن أنت تبذل جهد لحد آخر لحظة في حياتك. ده في ناس من الصحابة ما بدأوش يبذلوا، ما بدأوش البذل ده إلا بعد 60 سنة، لأنه ما أسلمش إلا بعد 60 سنة، فبدأ يبذل ويقدم بعد 60 سنة. فده وقت خصب جدا لتقديم البذل والتضحية لخدمة هذا الدين العظيم. ودايما بقول الشيب ليس هو شيب الرأس، وإنما هو شيب الهمم. ممكن تلاقي شاب صغير عنده 20 سنة وهمته شيبة، ليس عنده أي أمل ولا أي طموح، وعايز يقعد يأكل ويشرب وكتير قوي يعني، ياخد حتة شهادة وحتة وظيفة ورضا، يتجوز لوحدة وخلف عائلين ويموت، فيدخل الدنيا ويخرج منها ما يعرفش هو جه الدنيا ليه، ولا خرج منها ليه، ولا قدم ايه، ولا اي حاجه. زي اللي بيقول لك جينا الدنيا ما نعرف ليه، ولا رايحين فين، ولا عايزين ايه، يعني سبحان الملك. لا، ده احنا عايزين نعرف ان لينا هدف، احنا جايين الدنيا دي نختبر ونمتحن ونبذل ونقدم ونغرس عشان نجني هناك. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هي دي الوظيفه اللي انت جيت من اجلها، ان انت تعبد ربنا وتعبد الكون كله لله سبحانه وتعالى. ووحش قوي قوي في حقنا يا جماعه ان تبقى الجبال بتسبح والارض بتسبح والسماوات بتسبح والكون يسبح، وابقى انا غافل عن طاعه ربي سبحانه وتعالى. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. معقوله الثعبان يبقى احسن مني؟ العصفور يبقى افضل مني؟ معقوله يعني الجماد ده يبقى احسن مني؟ طب ازاي يعني؟ ولقد كرمنا بني ادم. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. ليس الشيب هو شيب الراس، وانما الشيب شيب الهمم. تلاقي واحد كبير جدا في السن عنده 70 80 سنه وعنده همه احسن من مليون شاب، وتلاقي شاب صغير عنده 20 سنه وما عندوش اي شيء من الهمه، ولا عنده اي طموح ولا اي حاجه، هو عايش وبس. تعالوا ندي امثله جميله جدا، وهبدا المثل مش هبداه من امتنا، هبداه من امه بني اسرائيل، لكن الذي حكاه هو سيد ولد ادم متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه الحاكم بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوما ضيفا على رجل اعرابي، فاكرمه هذا الرجل، اكرم النبي عليه الصلاه والسلام. والنبي عليه الصلاه والسلام عارفين ما كانش يترك اي حد يعمل له اي جميل او اي معروف الا ما لازم يرد له المعروف اضعافا مضاعفه صلى الله عليه وسلم. فقال تعال غدا يا اعرابي حتى نكرمك. فجاءه الاعرابي في اليوم التالي، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاعد والصحابة حواليه، فقال سل يا أعربي ما شئت، أطلب اللي أنت عايزه. قال أسألك ناقة نتبلغ عليها ويحلبها أهلي. كل اللي عايزه منك حتة ناقة. يا سبحان الله، بقى أنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم ويوم ما تطلب تطلب جمل ناقة؟ هو ده اللي أنت طلبته؟ ده أنت قدام النبي سيد ولد آدم. طب قول له ادعي لي إن أدخل الجنة، قول له ادعي لي إن أكون معاك في الجنة، قول له ادعي لي إن أنا ما أتعذبش في القبر، ادعي لي بحسن الخاتمة، اطلب من الله بأي حاجة تكون عونا لك على حياتك وعلى آخرتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب، زعل جدا جدا، فقال سبحان الله، هلا فعلتم؟ خد بالك، شوف بقى كلام النبي، شوف الذوقيات العالية اللي عايز يتعلم الذوق، مش من الغرب بقى ولا من الشرق، من النبي صلى الله عليه وسلم. ما قالوش هلا فعلت عشان ما يحرجوش، قال هلا فعلتم مثل ما فعلت عجوز بني إسرائيل؟ فالصحابة استغربوا، قالوا وما فعلت عجوز بني إسرائيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ احكي لكم بقى الحديث على صوره قصه، لان لو قلت لكم الفاظ الحديث ممكن يعني المساله تتوه معاكم. هحكي لكم قصه، القصه باختصار ان سيدنا يوسف عليه السلام لما اقترب موته راح منادي على اخوه بنيامين، نادى على اخوه مين؟ بنيامين.
ودي اللي بيحكيها ان شاء الله مع قصص الانبياء. فقال له يا بنيامين اذا انا مت ودفنت هنا فاذا ما خرجت من مصر فاخرج جسدي، وانتم عارفين جسد الانبياء لا يفنى ولا يبلى، فقال له فاخرج جسدي وادفني في الارض المقدسه. خد بالك، فجي بنيامين فضل عايش في مصر ما خرجش، فلما جي عند موته راح مكلم بني اسرائيل قال لهم لقد اوصاني يوسف بانني اذا ما خرجت من مصر ان اخرج جسده وادفنه في الارض المقدسه. فانا لو مت انا كمان وما خرجتش من مصر وكده، فانتوا وانتوا خارجين اي حد فيكم خارج من مصر يبقى يحفر، ادي جسد يوسف في المكان دوت عليه السلام، فيبقى احفروا وطلعوا الجسد وادفنوه في الارض المقدسه. وتمر الايام، وفي يوم من الايام جاء سيدنا موسى عليه السلام ودخل على فرعون وذكره بالله وامره ان يعبد الله عز وجل ويفعل ويفعل، ففرعون ثار على موسى عليه السلام وجري ورا سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين، وخد الجيش بتاعه عايزين ايه؟ يقتلوا سيدنا موسى ويقتلوا من معه من المؤمنين. فبعض الناس اخذوا سيدنا موسى عليه السلام عشان يدلوه على الطريق الى البحر، اللي هي قصه بقى وصوله للبحر وضرب البحر بعصاه فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، القصه اللي انتوا عارفينها. فهم ماشيين تاهوا وهم بيهربوا من فرعون تاهوا. فسال موسى عليه السلام احد علماء بني اسرائيل بيسالوا ايه سبب ان احنا تهنا في الطريق؟ قال له لقد امرنا بنيامين، يعني امر يعني اجدادنا بقى، امرهم اذا خرجنا من هذه الارض ان نخرج جسد موسى عليه السلام لندفنه في الارض المقدسه، فمش هنقدر نخرج من غيره عشان كده احنا تهنا. فقال له طب ومن يعلم اين جسد يوسف عليه السلام؟ قال لهم عجوز بني اسرائيل. عرفتوا القصه جت ازاي؟ فعجوز بني اسرائيل راحوا باعتين له تعالي انت عارفه اين جسد يوسف عليه السلام؟ قالت اجل. فقال لها موسى عليه السلام دليني على مكان جسد يوسف عليه السلام. قالت لا، حتى تعطيني حكمي. ركزوا معايا في القصة الجميلة دي، حتى تعطيني ايه؟ حكمي. قال لها وما حكمك؟ ايه اللي انت عايزاه؟ قالت ان اكون معك في الجنة. سيدنا موسى يعني كأنه ايه استكتر عليها، يعني انت تكوني معايا في الجنة لمجرد بس تشاوريني على القبر بس؟ فسكت، قالت له هو ده حكمي، مش عايزة غير كده. شوف همتها وصلتها لحد فين. فموسى عليه السلام وقف ساكت، ما اقدرش احكم لها بالجنه لان ده مش بتاعنا، ده بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ده امره هو. فاوحى الله اليه يا موسى اعطيها حكمها، يلا هي معك في الجنه. فاعطاها حكمها، قال انت معي في الجنه، اين جسد يوسف؟ قالت فين؟ ده هذه البحيره، انضبوا البحيره، بحيره صغيره كده مليانه ميه، قالت نشفوا الميه دي، فبداوا يزيحوا الميه دي. قالت احتفروا، فاحتفروا فوجدوا جسد يوسف عليه السلام، فلما اخرجوه اضاءت الدنيا كأنها في ضوء النهار. الحديث كما قلت رواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله في السلسلة الصحيحة. فأخرجوا جسد يوسف عليه السلام فعرفوا الطريقة بعد ذلك. الشاهد في الموضوع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أنت جاي النهاردة لخاتم الأنبياء لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، وجاي تقول له، بيقول لك اطلب اللي أنت عايز تقوله، عايز ناقة جمل؟ طب ده عجوز بني إسرائيل لما قالوا لها بس شاوري بس على جسد يوسف موجود في أنهي حتة، قالت مش هديك المكان ولا هقول لك على المكان الا لما تعطيني حكم، ما حكمك؟ ان اكون معك في الجنه. فكانت مع موسى عليه السلام في جنه الرحمن بمجرد انها اشارت اليه او اشارت له على المكان الذي فيه جسد يوسف عليه السلام. ده كان بس البدايه اللي احنا عايزين نبدا منها عشان نقول ان نشوف الهمه عامله ازاي. امراه عجوز وتكون مثلا لكل انسان كبير في السن او كل امراه كبيره في السن، ان لما تطلبي اطلبي حاجه عاليه، ما تجيش بقى حتى في امر الدين او الدنيا، نفسك في حاجه في امر الدنيا، نفسي يا رب توسع على اولادي وترزقهم كده كل واحد شقه اوضتين، اطلبي ان كل واحد من اولادك يكون عنده فيلا، يكون عنده قصر، يكون عنده اللي هو عايزه، اطلبي، انت بتطلبي من الملك سبحانه وتعالى الذي لا تنفد خزائنه. تعالوا نشوف مثل تاني جميل جدا جدا لكل واحد كبير في السن عشان تكون همته عالية بفضل الله سبحانه وتعالى. احنا اتكلمنا عن علو همة الشباب، علو همة الصبيان، علو همة النساء، والنهاردة بنتكلم عن علو همة الشيوخ عشان نبقى شملنا علو همة في المجتمع كله بكل طوائفه وأنواعه بفضل الله سبحانه وتعالى. كان في واحد اسمه عبد الله ابن عمرو ابن حرام. ده مين عبد الله ابن عمرو ابن حرام؟ ده والد جابر بن عبد الله.
تعرفين جابر بن عبد الله صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، ابوه اسمه عبد الله بن عمرو بن حرام. عبد الله بن عمرو بن حرام كان يعني ايه ما زال على الشرك وعلى الكفر لحد ما سنه وصل لستين سنة، وعدى ستين سنة. في يوم من الأيام وهو يعني ربنا قدر له أسباب الهداية فأسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم بعد ما أسلم عايز يبذل نفسه وروحه في سبيل الله. عبد الله بن عمرو بن حرام عنده كم ولد؟ عنده 9 بنات وجابر بن عبد الله، يبقى 10. 9 بنات قد ايه؟ صغيرين. ايه الدليل على انهم صغيرين؟ ان اكبر واحد عنده جابر. جابر كان عنده كم سنه؟ كان عنده 14 سنه ونص. ياه، انه لسه ما كملش 15. طب 14 سنه ونص يعني، طب ايه الدليل؟ ايه اللي عرفك انه عنده 14 سنه ونص؟ لان هو لما عرض نفسه في غزوه احد رفضه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقبل اقل من 15 سنه، وكان هو سنه عدى ال 14 سنه في الوقت ده، فقلنا 14 سنه ونص. خد بالك، فابوه اللي هو عبد الله بن عمرو بن حرام، لو انت مكانه هتقول ايه؟ اللي اجاهد مين؟ اروح اموت نفسي اسيب ال9 بنات؟ امال مين اللي يربيهم ومين اللي ياكلهم ومين يشربهم؟ لا، انا اقعد كده اجاهد بقى مع بناتي دولت، اربيهم واكلهم واشربهم واجوزهم، وبعد كده بقى يعني ايه بقى عملنا اللي علينا. هو عايز يبذل روحه من اول لحظه اسلم فيها. فراح عرض نفسه على النبي عليه السلام في ان هو يخرج ويجاهد في سبيل الله، وراح جايب جابر ابنه قال له يا جابر اني ما تركت احدا اعز واحب الى قلبي منك، خد بالك، الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني انا ما سبتش حد في الدنيا دي اغلى عندي منك الا النبي بس. بعد النبي مباشره صلى الله عليه وسلم انت اغلى واحد عندي. واني قد تركت علي دينا وتركت 9 بنات. فاوصيك بديني ان تقضيه عني واوصيك باخواتك خيرا. انا بوصيك يا ابني تاخد بالك من بنات من اخواتك، دول بنات صغيرين وكده وترعاهم وتحافظ عليهم، وبوصيك ان انت تحاول ان انت تسد الدين بتاعي. فاني ما اراني، خد بالك بقى احساسه، فاني ما اراني الا انني ساكون مع اول من يقتل في يوم احد. وده اللي حصل بالفعل. عبد الله بن عمرو بن حرام كان من اول من قتل في غزوه احد. خد بالك بقى، مين بقى اللي حزين وتعبان؟ جابر بن عبد الله. حزين ليه؟ ابوه مات، اتقتل. هو فرحان انه مات شهيد، لكن في نفس الوقت جابر بن عبد الله يا جماعه 14 سنه ونص هيتحمل مسؤوليه 9 بنات ياكلهم ويشربهم ويجوزهم. طب ما هو كمان عايز يتجوز، يعني ايه معنى كده ان هو مش هيتجوز؟ تمام؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو كمان عايز يطلب العلم وعايز يصحب النبي عليه السلام، يعني الدنيا معاه بالبلد كده، الدنيا بالنسبه له بقت لونها قاتم لانه مش عارف يعمل ايه. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبشره، الحديث رواه مسلم. فعند دفن عبد الله بن عمرو بن حرام صاحت بنته صوتت صرخت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكيه او لا تبكيه، فما زالت الملائكه تظله باجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. يا الله، سبحان الله. شوف الامام النووي رحمه الله رحمه الله بيقول ايه؟ بيقول يعني ان مثل هذا لا يحزن عليه، ان تبكيه او لا تبكيه لا يحزن عليه. يحزن عليه ازاي؟ اذا كانت الملائكه رفعته باجنحتها الى السماء الدنيا. في الروايه الثانيه بقى عند الترمذي، وهو ده الشاهد في الموضوع كله، عند الترمذي السند صحيح. النبي عليه السلام حب يواسي سيدنا جابر ويدخل عليه السعاده، فقال اتدري يا جابر ما صنع الله عز وجل بابيك؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال والله يا جابر ما كلم الله احدا من البشر الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا. كفاحا يعني ايه؟ يعني من غير حجاب. طبعا الكلام ده ممكن يكون بعد الموت، قبل الموت لا. فاهم ازاي؟ قد كلمه كفاحا وقال عبدي تمنى علي، اطلب اللي انت عايزه. طب انت لو مكان سيدنا عبد الله تقول ايه؟ تقول طالما ربنا بيقول اتمنى علي، اتمنى يا ربي توسع على ابن جابر عشان يتجوز وكده، وبنات بقى يعني تسطرهم، واحده تتجوز مهندس، والثانيه تتجوز دكتور، والثالثه تتجوز ضابط شرطه عشان يبقى لنا ظهر، يعني المهم ايه؟ يعني بناتي يتظبطوا يعني. ابدا ما طلب شيئا من امور الدنيا، وانما قال اتمنى ان ارد الى الدنيا. شوفوا الهمه يا جماعه، شوفوا الهمه، ابائنا امهاتنا، اتمنى ان ارد الى الدنيا مره اخرى فاقتل فيك ثانيه، اتقتل من اجلك مره ثانيه. فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. قال يا رب فاخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ده كان مثل عظيم جدا لعلو الهمه لعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه. واحنا مضى معانا من كام حلقه قصه عمرو بن الجموح الذي كان اعرج شديد العرج،
وقال يا رسول الله ألئن قاتلتم فقتلت أطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال أجل. فدخل فقاتل فقتل في يوم أحد برضه. فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لكأني بك يا عمرو الآن تطأ بعرجتك هذه في جنة الرحمن صحيحة سليمة. تعال نشوف مثال ثالث، سيدنا حكيم بن حزام. حكيم بن حزام كان صديق للنبي في الجاهلية قبل الإسلام، ولما بعث النبي عليه السلام ظن كثير من الناس أن حكيم بن حزام ده هيكون أول من يسلم. بكل أسف تأخر حكيم بن حزام ولم يسلم إلا بعد 21 سنة من البعث. أسلم إمتى؟ في عام الفتح. وذهب إلى النبي عليه السلام وقال يا رسول الله، يعني شوف بقى السؤال الجميل، قال يا رسول الله يعني أيغفر الله لي ما قد مضى؟ أنا بقى لي 21 سنة في عداوتك، بقى لي 21 سنة بعيد عن الإسلام. قال يا حكيم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبله؟ فقال حكيم أشهدك يا رسول الله أني ما وقفت موقفا في عدائك إلا وقفت أضعافه في نصرتك، وما أنفقت نفقة في عدائك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك. يا الله، حكيم بن حزام عاش حياته كلها بعد كده لله سبحانه وتعالى، حتى أنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، مات النبي وهو راض عنه، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام راح يحج ثلاث مرات وراء بعض. في المرة الأولى أخذ معه 100 بعير 100 جمل ونحرها، 100 ناقة ونحرها في أرض الحرم وأطعم بها، ونحرها في يوم عرفة وأطعم بها فقراء الحرم. ده أول مرة. المرة الثانية أخذ معاه 1000 شاة ونحرها وأطعم بها فقراء الحرم. في المرة الثالثة أخذ معه 100 عبد وجعل في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء الرحمن، ووصل في يوم عرفة وبكى وقال اللهم إني أشهدك أني قد أعتقتهم من أجلك وأنت أولى بالمسامحة، فأعتق رقابتي من نار جهنم. يا الله. وبعد كده راح اشترى دار الندوة. فاكرين دار الندوة اللي كانت بتدبر فيها المؤامرات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فراح اشتراها وآلت إليه. فلما آلت إليه دار الندوة كورث يعني دي، باعها بعد ذلك 100,000 وتصدق بها جميعا في سبيل الله. فقال له أحد الصحابة بعت مكرمة قريش يا حكيم؟ قال يا بني ذهبت المكارم كلها ولم يبق إلا تقوى الله، أشهدك أني قد بعتها وقد أنفقت ما أخذته من ثمنها، قد أنفقت في سبيل الله لأشتري بها دارا في جنة الرحمن جل وعلا. ونام حكيم على فراش الموت وهو يبكي ويقول أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك. ومات وهو يردد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهمة العالية اللي بمجرد ما أسلم بذل حياته كلها لله وما ضيعش لحظة أبدا في غير طاعة الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف مثال تاني جميل جدا. أكيد أنت فاكرين أبو أيوب الأنصاري، أبو أيوب الأنصاري اللي استقبل النبي عليه السلام لما هاجر من مكة إلى المدينة، وعاش النبي في بيت أبو أيوب الأنصاري 7 شهور يأكل ويشرب مع بيت أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وارضاه. أبو أيوب الأنصاري الآن بلغ من العمر فوق 80 سنة، فوق 80 سنة يعني خلاص، يعني تعبان جدا وكبر في السن. ورغم ذلك لما سمع أن الصحابة، بعض الصحابة وبعض التابعين طالعين لفتح القسطنطينية قال لهم أنا معكم. طب يا أبو أيوب ده أنت ما تقدرش تمشي، قال لهم احملوني فوق الدبة، فحملوه فوق الدبة. فلما وصلوا إلى القسطنطينية قال اضربوا الفرس وتوغلوا بي في صفوف الروم حتى أصل إلى أسوار القسطنطينية وادفنوني هناك تحت أسوار القسطنطينية. وبالفعل دي كانت أمنية أبو أيوب الأنصاري، فضلوا دخلوا به وتوغلوا به في أرض العدو حتى وصل إلى هناك وقتل هناك أبو أيوب الأنصاري، أو مات هناك على اختلاف الروايات، ودفنوه تحت أسوار القسطنطينية. وما زال قبر أبي أيوب الأنصاري حتى يومنا هذا معروف عند أسوار القسطنطينية اللي هي اسطنبول في هذا الزمان. أبو أيوب الأنصاري بذل حياته كلها لله سبحانه وتعالى حتى آخر لحظة، وعنده 80 سنة يتمنى أن يدفن تحت أسوار القسطنطينية. موسى بن نصير رحمه الله رحمة واسعة فتح بلاد الأندلس وبلاد المغرب الأقصى وهو شيخ كبير، وهو شيخ كبير موسى بن نصير رحمه الله رحمة واسعة. أبو عثمان النهدي، أنا بديكم أمثلة كده بسيطة سريعة كده عشان الهمم تعلو. أبو عثمان النهدي عاش كم سنة يا جماعة؟ عاش 130 سنة، أدرك الجاهلية والإسلام. يقول أتت علي 130 عاما ما من شيء في جسدي إلا وأنكرته، عيني ما بقتش هي عيني اللي كنت بشوفها زمان، رجلي مش هي رجلي، إيدي مش هي إيدي،
جسمه كله تعب خلاص. قال ما من شيء إلا وقد أنكرته إلا همتي، وأنا عندي 130 سنة همتي زي همة الشاب اللي عنده 19 سنة. ده مين؟ أبو عثمان النهدي. شهد معركة اليرموك والقادسية وتستر ونهاوند وأذربيجان. أبو عثمان النهدي حج 60 مرة ما بين حجة وعمرة، ولم يتأخر أبدا عن بيت الله الحرام، ولم يتأخر عن أي طاعة. ده أبو عثمان النهدي. أبو إسحاق السبيعي 93 سنة عاشها كلها في طاعة الله، كان يختم القرآن لحد آخر عمره، كان يختم القرآن مرة كل 3 أيام، كل 3 أيام، وكان يصلي قيام الليل يعني بنصف المصحف على الأقل، حتى أنه في آخر أيامه وعنده 93 سنة يا جماعة، 93 سنة، ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاعت الهمم، والله ما أستطيع أن أصلي الآن في ركعتي قيام الليل إلا بالبقرة وآل عمران، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الحياة الواحد بيتمنى أن همته تضيع بالمنظر ده، يصلي بالبقرة وآل عمران يعني، واخد بالك؟ فكان عنده همة عالية جدا جدا في طاعة ربنا. الإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة، الإمام المفسر العالم الكبير، جمع تلاميذه قال لهم هل لكم من همة في تفسير القرآن؟ قالوا أجل، هيكتبوا هو يملي وهم يكتبوا يعني. طب في كم تكتب التفسير؟ قال لهم يعني في حوالي 30 ألف صفحة. قالوا لا، ده هذا مما تفتح منه الأعمار، أنا رح أكتب 30 ألف صفحة؟ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاعت الهمم خلاص، يكتبوا في 3000 صفحة، فراح مليهم التفسير في 3000 صفحة. بعدها بشوية قال لهم هل لكم إلى كتابة التاريخ؟ هنكتب التاريخ في قد ايه؟ قالوا يعني في حدود برضه 30 ألف صفحة. قالوا هذا مما تفنى منه الأعمار. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. ضاعت الهمم خلاص، نكتبه في 3000 صفحة. فكتب التاريخ الإسلامي في 3000 صفحة. في يوم من الأيام كان يعني يتفسح مع تلاميذه، فقفز قفز عالية، هو كبير جدا في السن، من على صخرة عالية. قال يا إمام ماذا تصنع؟ قال تلك جوارح حفظناها في الشباب في طاعة الله، فحفظها الله عز وجل لنا في الكبر بفضل الله. والأمثلة عظيمة جدا، ولنا في العصر الحديث بقى همم مشايخنا الأفاضل رحمة الله عليهم أجمعين. شيخ ابن باز رحمه الله رحمة الله سعيد، اللي كان يجلس كل يوم بعد صلاة الفجر 3 ساعات ونص يشرح 3 كتب، التلاميذ نفسهم اللي كانوا قاعدين على قدين بيقولوا والله ما كناش قادرين نتحمل، بنقوم نتوضى ونرجع ونتوضى ونرجع، وهو ما زال جالسا رحمه الله رحمة واسعة، يخلص 3 ساعات ونص شرح، وبعد كده ياخدهم يفطروا معاه، وبعد كده يروح للشغل بتاعه ويخش يسلم على كل الموظفين، ويستقبل المكالمات من كل أنحاء العالم، ويفتي الناس ويرد على الأسئلة، ويخاطب المسلمين في كل أنحاء العالم، ويثبت المجاهدين هنا وهناك رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمه الله ظل يعطي الدروس حتى اخر لحظه في عمره، لدرجه انه كان في الحرم وموصلين له المحاليل، وجالس جوه موصلين له ميكروفون يعطي الدروس رحمه الله رحمه واسعه. والشيخ الالباني لحد اخر لحظه في حياته وهو يصنف في كتب الحديث ويصحح احاديث النبي صلى الله عليه وسلم وينقح تلك الاحاديث رحمه الله رحمه واسعه. واذكر واختم بمثال بسيط جدا ايضا من عصرنا الحالي عشان نشوف علو همه المشايخ الكبار، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. مرة من مرات كنا في مسجد، فلقيت رجل عنده يعني حوالي 80 سنة، فجالس بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وحبيبي، أخوكم في الله فلان الفلاني، عندي أبلغ من العمر 8 سنوات. فالناس ضحكت، فقال بتضحكوا على إيه؟ مستغربين، أنا فعلا عندي 8 سنوات. قالوا له إزاي؟ قال لهم أنا عندي في الحقيقة 80 سنة، لكني لم ألتزم ولم أذق طعم الطاعة والدعوة إلى الله إلا منذ 8 سنوات، فأنا بعتبر عمري اللي فات ده كل عمري لا أتشرف به، ولا أتشرف إلا بالثمان سنوات دول فقط اللي دعوت فيهم إلى الله سبحانه وتعالى. فدي كانت نماذج بسيطة جدا يا جماعة من همم الشيوخ، بنقول لأبائنا الكبار ومشايخنا الكبار، بنقول يا ترى هتكون في همة مين؟ عبد الله بن عمرو بن حرام، ولا عمرو بن الجموح، ولا حكيم بن حزام، ولا أبو أيوب الأنصاري، ولا موسى بن نصير، ولا أبو عثمان النهدي، ولا أبو إسحاق السبيع، ولا الإمام الطبري، ولا الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الألباني، ولا تكون في همة مين؟ أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم دائما على الخير، وأن يبارك في أعماركم. من بكرة إن شاء الله نتكلم عن نبذ كده عن علو الهمة في طلب العلم وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونختم دروس علو الهمة بعلو الهمة في محبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الجنة والوصول إليها. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الطاعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.